أستاذ، أريد نتكلم على الفنان الكبير الملحن طارق القرغولي. الله يرحمه. يعني شلون يعني أخذت الخبر من وفاته وشلون كانت يعني؟ والله هو كان الله يرحمه معاصرني، يعني أنا وياه، يعني آخر شيء بسوريا هو كان معاي بسوريا. نعم. على طول. فكان من يتعارض أو كذا أثناء الليل أو كذا يخابر أو يخابرني جماعة يا الرجل. أجي ألقاه يعني بحالة يعني مزرية كلش وتعبان وكذا، وهو الله يرحمه من نوع يصلب برأيه، يابا هذه ما يصير، هاي هيش كنت تسوي هاي كذا، قال يلا هذا خطيه الله يرحمه يا رب. كنت احكي قال لي غير موت هو موت هاي ما خلاص. يا الله والله سبحان الله، الله تعالى يرحم الجميع ان شاء الله باذن الله تعالى. هو راح برا طلعت اذى برا، راح كل تاذت من طلعنا من العراق الحبيبي اللي كان لامنا كنا. فقدت كثير من الاعزاز عندك. غربة غربة متعبه، الغربه موت حقيقي يعني بصراحه.